خلينا نطلع لحاجة كمان تانية من الحاجات اللي حصلت خلال الساعات الصغيرة قبل ما جيلكوا الهواء. وبصراحة من الحاجات الحلوة لما بلاقي حاجة حلوة بحب أقول عليها. النهارده كان عندنا حفل مرور 40 عام لشركة رينو في مصر. بعتذر طبعا إن أنا ما كملتش حفلة، بس كان يعني عارفين طبعا الناس كلها إن ميعاد الهواء، فحضرت جزء الأولاني من الحفل. الحفل شغال دلوقتي، و اطلاق اول عربيه تظهر رينو داستر، اول ظهور ليها سواء في الشرق الاوسط او في افريقيا. والصور اللي حضرتك شايفينها ان اول ظهور للعربيه في الشرق الاوسط وافريقيا كان خلال الساعات القليله اللي فاتت. كنا موجودين ف داخل الحفل، وقلنا ننقل لحضراتكم الصوره اللي موجوده، خصوصا ان الداستر قدرت تحقق نجاح في السوق المصري الفتره اللي فاتت بشكل كبير قوي. عدلوا فيها شويه حاجات، خلوها اشهر حاجه كانت مطلوبه هو الفتيس انه يتحول اوتوماتيك، بقى فتيس اوتوماتيك. وكانت مفاجاه النهارده بصراحه ان احنا موجودين في حفل رائع ويليق بسوقنا المصري. وانا بحيي اي مجهود قائم او اي حد بيبذل مجهود عشان يطلع صوره حلوه. الصوره الحلوه مش شرط بس طبعا وصول عربيه انها تبقى ظاهره السوق المصري بيتم الاعلام فيه على اول عربيه تظهر في افريقيا او شرق اوسط. في ناس تقول انا مش فارق معايا، لا فارق قوي. احنا بنسافر ونلف الدنيا كلها عشان نحضر اول ظهور للعربيه في السوق، سواء بقى السوق الاوروبي، السوق العربي بتاعنا، شرق اوسط، على حسب. فلما يبقى اختيار ان مصر يتم فيها الاعلان عن العربيه دي في الشرق الاوسط وافريقيا، والاول ظهور الحفله اللي بيعلنوا فيها العربيه دي يكون في مصر، ده كان شيء رائع قوي. ده شيء يخليني تحية كبيرة طبعا لكل القائمين على شركة رينو، استاذ خالد نصير، استاذ خالد يوسف، استاذ رامي جاد. يعني عايز احيي المجموعة الكاملة اللي شغالة في شركة بذلت مجهود كبير عشان يكون اللقطة الحلوة اللي احنا شايفينها دي، وانا بعتبرها انها لقطة مهمة قوي. ولو حد شايف انها لا دي كبيرة قوي، كبيرة ان احنا يكون اختيار مصر هي الدولة اللي يتعلم فيها رسميا عن أول ظهور للداستر أو الجيل اللي ظهر النهاردة قبل ما، خليني أقول ببساطة يعني أنا كنت متحفظ شوية في شوية كلام في الموضوع، بس كان ممكن يبقى الانطلاقة في دبي، كان ممكن تكون الانطلاقة في المغرب، ويمكن طبعا المغرب مهمة جدا لأن رينو بتجمع عربياتها في المغرب. اختيار مصر كان شيء رائع، وأنا بنبسط قوي لما السوق بتاعنا يبقى فيه حاجة حلوة كده. فتحية ليهم، وان شاء الله قريب هنجرب العربية ونقدر نشوف حاجات كتير عنها. فبالتوفيق ودايما من نجاح لنجاح.